بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى نشكركم على إتاحة هذه الفرصة للقاء بكم في أول حلقات برنامج ثمان أسئلة ونبدأ بأول أسئلتنا والذي هو عن التقنية هل استفاد التعليم من التقنية؟ طبعا التعليم بشكل عام والتعليم العالي بوجه الخصوص التعليم بصفة عامة والنقل تأخر كثيرا في توظيف التقنية وخلال الخمس أو ال... عشر سنوات الماضية بدأ استخدام التقنية في التعليم بفاعلية جدا وخاصة في مجال التعليم العالي وخاصة بعد ظهور أجهزة الأجهزة الحديثة والسمارت فون هي اللي ساعدت على استخدام التقنية في التعليم أو جعلت من الطلاب أنهم يكون التعامل صار سهل جدا مع التقنية كما تعرف كان استخدام التقنية في الأعوام الماضية صعب جدا بسبب إما يعني حجم الملفات والداونلود وغيره من النقاط ولكن بالوقت الحالي مع استخدام الويندوز والفايل والابز هذه صارت فيها سهوله كبيره جدا الحقيقه وايضا الخدمات اللي صارت توفرها التقنيه الدمج بين الصوت وبين الصوره وبين التواصل الاجتماعي هذا ساعد على استخدام التقنيه في التعليم اكثر واكثر والجامعه السعوديه الالكترونيه جاءت ايضا لتعزز هذا المفهوم لدى المجتمع وخاصة المجتمع السعودي وهو استخدام التقنية في التعليم نعم في الحقيقة هذا سؤالنا الثاني دكتور لماذا جاءت الجامعة السعودية الإلكترونية وما هي أهدافها؟ الجامعة السعودية الإلكترونية جاءت استكمال منظومة خطة أفاق وزارة التعليم العالي وهي جامعة نوعية ليست نسخة مكررة من الجامعات الموجودة من كربة السعودية حيث أن كل جامعة من الجامعات لديها مهمة ورسالة الجامعه السعوديه الالكترونيه هي ليست جامعه بحثيه وانما جامعه ان صح التعبير خلينا نقول تدريسيه تهتم ايضا بنقل المعارف والخبرات والمهارات للطلاب الراغبين في تطوير انفسهم ذاتيا والاستعانه بالخبرات العالميه وجاءت الجامعه لتعطي تمايز احد مرتكزات افاق الجوده والتوسع والتمايز فتحقق في هذه الجامعه التوسع ولكنه نوعي وتمأ وفيه ميزه معينه وكذلك ضمان الجوده في الجامعه السعوديه الالكترونيه اننا نتعامل حقيقه مع الجامعات العريقه من اي مكان بالعالم، لسنا ملتزمين فقط في اعضاء التدريس او المناهج المحليه، بل نحاول نقل الخبرات الخارجيه لمن لا يستطيع ان يذهب الى تلك الدول. نعم، نمط التعليم في الجامعه مختلف. ما هو نمط التعليم في الجامعه السعوديه الالكترونيه انماط التعليم العالي بدات تتغير مع التقنه ونمط التعليم بصفه عامه هناك نمط التعليم التقليدي اللي هو وجه لوجه وهناك التعليم عن بعد اللي هو يتعامل الطالب يعطي المواد ايا كان سواء بواسطه البريد كان في السابق والان عبر الانترنت وياتي الطلاب للامتحان النمط الثالث وهو الجديد الحقيقه الا وهو يسمى التعليم المدمج الذي يجمع بين نمط وجها لوجه والتعليم عن بعد ويكون هناك نسبة حضور عند الحاجة ان الطالب ياتي ويناقش المدرس بما استشكل عليه او صعب عليه، فنظام التعليم المدمج هو المتوقع خلال عام 2020 لا يقل عن 25% من جامعات العالم تكون طبقت هذا النوع من التعليم وهو نمط جديد مختلف تماما ليس عن بعد وليس وجها لوجه وهو التعليم المدمج لكن كم تكون نسبة الحضور وجه لوجه بناء على تخصص القسم وبناء على يعني نظام الجامعة أو طبيعة العلم اللي يدرس الطالب فأحيانا يمكن يكون بالكيمياء قد يكون لازم 50% ويكون يمكن بدراسات النظرية 30% أو يكون بعض الدراسات اللي ما فيها سيموليشن وفيها صعوبة يكون مثلا 60% لكن قطعا مستقبل التعليم العالي بجميع دول العالم خلال العشر السنوات القادمة هو تعليم مدمج لكن كم من نسبة هذه يعني اختص العلم أنا قبل عشر سنوات كنت أقول أن الجوال واللابتوب بيتقاربون يصيرون واحد واليوم أنا أقول أن التعليم عن بعد والتعليم النظامي أو وجها لوجه وجه بيتقاربون خلال عشر السنوات بيكون فقط تعليم مدمج وليس هناك حاجة لتعليم يعني دائما كل وجه لوجه أو تعليم عن بعد نعم وهذا اللي هو التعليم المدمج لكن دكتور بنظرك هل المجتمع السعودي في الوقت الحالي متقبل لهذا النوع من التعليم؟ أكيد المجتمع السعودي مجتمع خلينا نقول حراكي في استخدام التقنيه والجميع يعرف ان التقنيه في المملكه العربيه السعوديه هنا متقدمه جدا جدا سواء استخدامها في القطاع الخاص او حتى المنازل او حتى سرعه الانترنت وتكلفتها مقارنه بدول العالم اللي هو بمستوى المملكه العربيه السعوديه. المجتمع السعودي يستخدم التقنيه ب اقول بالكلمه بشراسه يعني، وبالتالي انا اتوقع خلال الست سنوات القادمه وسبع سنوات القادمه هذا الجيل اللي اليوم يستخدم الايباد والايبود وغيره يعني من بالبيت، تجد الان معظم الطلاب او هذا يستخدمونه في بيوتهم بالمراحل الابتدائيه، لما راحوا للمرحله الابتدائيه صار التدريس نفسه قديم وعقيم، يعني يتعلم هو اكثر من بالايباد او الايبود او غيره. مدري واضح اللي أنا أتحدث عنه أنا أتوقع خلال العشر سنوات حد أقصى الجامعات ستعاني من صعوبة تعليم هؤلاء بالنمط القديم فلا بد من تهيئة التعليم العالي من الآن والتعليم العام من أن يكون استقبال الطالب للتعليم لاستخدام التقنية ضروري جداً وتهيئته إن تعليمه يكون بواسطة التقنية فبما أن الآن هناك مقاومة شديدة من الطلاب في الجامعات لاستخدام التقنية وهذه اللي بدأنا نعانيه لكن بدينا نتغلب عليه أنا أتوقع خلال بعد ست سنوات أو ثمان سنوات من اليوم حد أقصى عشر سنوات ستنقلب الآية ستكون الصعوبة في عدم قدرة تأقلم الطلاب في التعليم العالي على التعليم النظري التقليدي ممتاز سوف ننتقل لمحور ثاني دكتور الجوده، ما هي معايير الجوده في الجامعه؟ معايير الجوده ان الاستعانه بالخبرات العالميه، الجامعه ليست هي التي تقرر النجاح والرسوب في السنه التحضيريه لنضمن الجوده مركز قياس اللي هو المسؤول عن اللغه الانجليزيه هو اللي يختبر طلابنا في السنه التحضيريه الطلاب عندنا مثلا ماده الاي تي او الرياضيات، البنك الاسئله موجود في فرانكلين فيرس وكورادو ستيت، فعندنا البنك الاسئله وعندنا اشراف من الجامعتين حتى بالفروع وبالتالي نجد ان نتائج الطلاب والطالبات سواء بالرياض او جده او القصيم او الابها وكذا في الغالب انها المدى قليل جدا وهذا يثلج الصدر عندنا أن ضمننا أن فعلا أن الجودة لأن الأسئلة تأتي من الخارج حتى اللي بالرياض ما يدري عنها ولا بالقصيم وبالتالي أن المدرس يقاس أداءه بمدى قدرة الطلاب على الاجتياز فهو مسؤول أنه مساعد يعني فلسفة المعلم عندنا هو مساعد وأن الطالب يجب أن يبذل مزيد من الجهد إلى فحنا بالتعاون وأن قياس أداءنا من غيرنا هذا هو المعيار اللي فعلا نراهن عليه الجوده والجامعه السعوديه الالكترونيه رفعت شعار كي اي اللي هي سعودي ريبيا انا دائما اذكرها نولج سكيلز اتيتيود اللي هي المعارف والمهارات والمبادئ والقيم لانها جامعه ترغب غرس هذه المهارات والقيم والمبادئ والمعارف لدى الطلاب والطالبات هي جامعه نوعيه لمن يرغب ان يتعلم حقيقيا وليس يرغب ان اخذ ورقه او شهاده احنا لا نعطي شهاده، احنا نعطي قيم ومبادئ وعلوم ومهارات، نضمن ان الخريج إنه, انه كان قادر او استطاع انها يحصل على هذه المهارات، ايضا من معايير الجوده عندنا مثلا بعض المواد ان البث يكون مثلا من فلوريدا ستيت. عندنا من ولايه فلوريدا، وعندنا بث من اوهايو، وعندنا بث من وين نجد التميز الاستاذ المتميز نستعين فيه لتدريس طلابنا من بعد ويلقي محاضرات تعرف التقنية استخدامها سهل جدا فصار هناك سهولة جدا بهذا الموضوع يعني والاستفادة من خبرات وبالتالي هذا لا شك أنه يؤدي إلى جودة نعم سؤالنا هذا تكرر كثيرا دكتور تركيز الجامعة على اللغة الإنجليزية نعم لماذا يتم التدريس باللغة الإنجليزية في الجامعة؟ اللغة الإنجليزية ما أولا الحمد لله الدولة عندها كذا جامعه عندها اكثر 28 جامعه. كل في جامعات باللغه العربيه. فيجب ان لا نضايق لماذا تستخدمون اللغه الانجليزيه؟ في فئه ترغب ان تتعلم باللغه الانجليزيه. والجامعه هذه قلنا قبل قليل انها تمايز، انها مختلفه. هي لم تلزم جميع المواطنين ان ياخذون، لكن هي فرصه لمن يرغب ان يتعلم باللغه الانجليزيه. اللغة الإنجليزية معروف وفق الستاندرد العالمي 85% من المعاملات التجارية بالعالم باللغة الإنجليزية 79% من طلبات رجال الأعمال للسكرتارية والعاملين في الشركات تكون عندهم أهم مهارة اللغة الإنجليزية نحن توجيهنا إلى سوق العمل وليس القطاع الحكومة يعني مخرجات نهدف إلى القطاع الخاص وبالتالي يجب أن لا يعاب على الجامعة انها لكن انا الان عندي علوم اداريه ابغى انجليزيه او محاسبه او اي تي او تجاره الكترونيه طيب يوجد مع علوم اداريه ب 28 جامعه باللغه العربيه يعني لماذا يعني الجامعه لما تاتي لتقدم خدمه في نوع من التمايز تلامع مثل على مثل هذا الموضوع نعم دكتور من الاسئله التي وردتنا لك كمهتم بالتقنيه والتعليم مستقبل التعليم التقليدي ما هو المستقبل التعليم انا شخصيا كمتخصص وليس كمدير جامعة أعتقد خلال العشر سنوات القادمة كحد أقصى ها لن يكون هناك التعليم التقليدي موجود أبدا سيكون حتى في التعليم العام هو التعليم المدمج ليس يعني هناك ضرورة جدا ماسة أنك لازم تروح للجامعة كل يوم وتسوي هدك وترا وزحمة ونقل وهدر وكل شيء يكفي يمكن يومين بالأسبوع وبالتالي حتى هذا في ميزة اقتصادية للبلد للحركة للنقل وغير كثير اليوم القطاع الخاص البنوك الشركات الاتصالات أنت تستطيع تؤدي الخدمة ترك أنت اللي تؤديها عنهم بدل ما كان بالبنك لازم يكون عشرين موظف اليوم عشر موظفين لأنك أنت جزء من خدمات تنفذها بنفسك ما تروح البنك إلا أحيانا يعني أو يعني عند الحاجة أو تروح لخدمات الجوازات وال النقل المرور إلى غيره فهذا حد أقصى عشر سنوات في التعليم سيكون حضورك في التعليم العالي أنا أقول لك من اليوم لن يتجاوز في كل الأحوال خمسين بالمئة وبالتالي أنا أنادي أنا بهذه اللحظة الجميع الجامعات سواء السعودية أو هذا أن تبدأ بوضع خطة للانتقال إلى التعليم المدمج في التعليم العالي في العربية السعودية جميل الدكتور طموح الجامعة السعودية الإلكترونية الجامعة السعودية الإلكترونية هي هدية خادم الحرمين الشعب للمواطن والشعب حنا طموحنا أن نحقق رضا هذا المواطن أو هذا الطالب اللي يرغب نوع من التعليم متى محتاج نوع من التعليم نوفره مثلاً عندنا الآن أعلام إلكتروني نبي نوفر أعلام إلكتروني اللغة الإنجليزية الآن فتحنا اللغة الإنجليزية اللغة العربية لغير الناطقين خدمة العالم الإسلامي نبي نوفر هذا عبر التقنية عندنا قانون في حاجه باللغه العربيه نبي ننفذ هذا ان شاء الله خلال العام القادم. لكن متى وجدنا ان هناك حاجه طموح الجامعه ان تلبي رغبات ولاه الامر لتحقيق مصلحه هذا الشعب الذي يرغب ماذا يريد وما هو احتياجه حنا مسؤوليتنا ان نحققه. وباذن الله سوف يتحقق هذا الطموح. كلمه اخيره لك. أنا يعني شكر الحقيقة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين لهذه الجامعة النوعية اللي فعلا فيها تمايز شكر موصول وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري لدفع مثل هذه الجامعة لجاءت الحقيقة في الوقت المناسب وإنها ما تأخرت كثيرا مثل بعض الدول وتعرف لو تأخرنا كثيرا يعني كان من الصعوبة يعني اللحاق بالركب اللي يعني التطوير وأتمنى من الطلاب والطالبات والبناء المجتمع أن هذه الجامعة هي جامعتهم هي جامعة نوعية تحقق من يرغب التعلم وليس من يرغب ورقة انتهى عصر الأوراق بقي عصر المعارف والعلوم والقيم والمبادئ والمهارات وهذا ما نركز عليه في الختام نشكرك الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى على اتاحة هذه الفرصة للقاء بكم كما نشكر كل من ساهم في اعداد هذه الحلقه